دكتور ماجد طمان، هنتكلم النهاردة عن الهيلثي سكين، الجلد الصحي الوردي مش البهتان واللي مليان تجاعيد والعين حواليها سواد، لا ده الهيلثي سكين. لا شك طبعا عامل السن هام جدا، بس على قد ما بنقدر كلنا نقدر نحسن ايه جلدنا. بنحسن جلدنا، الفيتامينات من الحاجات اللي هي بتحسن الجلد لا شك، بس هو نمرة واحد قبل ما نقول الفيتامينات والحاجات التانية. نشوف الأول هل العيان ده بينام كويس ولا عنده ستريس كتير، بيطلع طول النهار في الشمس. خلاص نعمل الحاجات الهيلسي، إن هو الواحد ينام كويس واخد 7-8 ساعات نوم، وإنه يتعرض للشمس كمية بسيطة، مش ما تستناش لما تحرق جلده وتعمله المشاكل بتاعت الفوتو سنسيتيفيتي دي. برضك بنشوف ان يكونش عنده امراض. الانيميا من اشهر الامراض تخلي السكين راضي كده ومش لونه مش حلو كده وبهتان وشاحب. رغم ان الانيميا علاجها سهل والمنتشره، بس الستات ما بياخدوش الحديد، يبقى في نقص حديد كان سبب للانيميا ويهملوه. يعني خدوا يعني تعودوا على كلمة أنيميا دي بحيث إن هو ما بقاش مرض خلاص. ده واحد بس عنده أنيميا وخلاص، رغم إنه علاجه مهم جدا، يخلي الوش محمر وردي. فدي من الحاجات اللي تتعالج، والغدة الدرقية برضك حاجات تتعالج، نقص فيتامين د منتشر الأيام دي يتعالج. فالواحد يدور على السبب الطبي. ساعات بيبتدي بإنه يروح لدكتور أمراض بطنة أو دكتور غدد وصماء ويشوف ايه الاسباب، اذا كان في سبب ان ممكن الجلد بتاعه يتحسن. يعني واحد مثلا عنده ليفر ديسيز، كلى، كلام من ده، كل حاجه دي بتعمل شحوب ومشاكل في الجلد. فممكن نعمل تحاليل عامه ونعرف اذا كان، وطبعا منها الغده الدرقيه، فيتامين د، وطبعا سلطه الدم، دول من اهمهم. جنبها مثلا كرياتينين، اسجات سكيبت، حاجة تانية هتبقى بسيطة. التحليل مش هتكلف 200-250 جنيه، 300. هو فيتامين د بس اللي غالي، حوالي 300 جنيه. ساعات من يعني بنشوف الكالسيوم ونقدر اذا كان الايونايز كالسيوم واطي لو نورمال، يبقى غالبا في فيتامين د عالي، قصدي فيتامين د واطي. او يعني الواحد يضحي ب 300 جنيه بحيث ان، بس هو لازم شوب اراوند في الفيتامين دي، لان في حد بيعملوه رخيص، زي المبارة العصافير عندنا مثلا في اسكندريه بيبقى رخيص عندها حوالي 300 جنيه. فالمهم هنعرف الاول في عامل مرضي ولا لا، اللي سبب الشحوب الجلد او اللون الجلد مش حلو. بعد كده ما لقيناش حاجة بنشوف ايه، نعالج ايه، ندي فيتامينات. مثلا في فيتامينات بتحسن الجلد، منها فيتامين مثلا اي وفيتامين بي 7 البيوتين، مشهور يحسن الجلد والشعر والاظافر. النايسين، النايسين من الحاجات الجميلة، بتخلي الوش محمر. في امريكا كنا ندي مثلا 500 ولا 1000 في اليوم باللي جم. مش موجودة النسبة دي، النسبة بسيطة قوي موجودة دلوقتي في مصر. فالنايس من الحاجات اللي تخلي الوش وردي كده. الفيتامين بي 2 برضك، الريبوفلافين، فيتامين سي، وطبعا الفيتامينات ممكن تتاخد كحبوب او كالاكل طبعا اللي هو فيه في كل الفيتامينات دي، او يقول عليها السوبر فودز. فيتامين اي برضك ياخده، وفيتامين د اللي قلناه، والبي 5، والزنك، ايودين. يعني ايودين مش ما بنصحش بيه قوي لان لازم تحاليل وبتاع، مش موجوده في مصر. المهم ممكن ندي مثلا فيتامين اسمه سيلينيوم اي سي اي. السيلينيوم اي سي اي ده فيه سيلينيوم وفيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين اي. وممكن ندي البي كومبلكس اللي هو عباره عن مجموعه فيتامين بي. خلاص دي من الحاجات اللي ايه هتحسن، كل الفيتامينات دي هتحسن. البيوتين بتباع باسم البيوتين، موجود في مصر. فدي من الفيتامينات اللي الواحد ممكن يديها. آه
طبعا لو ناقص فيتامين د بنديه. خلاص هي الفيتامينات يعني لو هتقرا مقالات هنا او هنا وهنا هتجد، بس في بعضها بيذكر الزنك والسيلينيوم اللي احنا اللي قلناه والفاتي اسيدز. بقى طبعا الدهون مهمه، يعني دي ست مثلا كبيره في السن لكن جلدها معقول قوي وجلوينج، ف زي قلنا ندي سيلينيوم اي سي اي حبوب حبايه في اليوم موجود في مصر، والزنك برضك ندي حبايه زنك في اليوم برضك من الحاجات الكويسة للجلد. الفات طلع مهم، الفات الصحي الدهون الصحية يعني من الحاجات اللي بتخلي الجلد بتاعنا مش حلو، اللي هو السكريات الكتير بقى والعيش والرز والمكرونة، الحاجات اللي هي فيها سكريات كتير بتخلي الوجه مش حلو، أو الدهون اللي هي الوحشة يعني الناس بتاكل صدوق كل يوم وحاجات زي دي مليانة دهون اللي هي دهون غير صحية. اللي بيحسن الجلد بتاعتنا الدهون الصحية. الدهون الصحية ممكن تبقى الأوميجا، نشتريها على شكل أوميجا، أو ناكل المكسرات وناكل الأسماك الدهنية وناكل وزيت الزيتون البكر، كل الحاجات دي بعتبرها دهون صحية. ممكن حبوب الأوميجا موجودة، ممكن إيه تاني نديك حبوب، فيتامين إيه زي ما قلنا. شايف السكين جروينج ازاي لما يكون صحي؟ طيب الحاجات اللي بتعمل جروينج للسكين برضك ان الواحد يستخدم زي فوطة خاصة بالوجه، ان هو بيعمل لها روبينج يعني يمسح الوجه بيها، دي بتخلي سكين جروينج برضك. الرياضة خصوصا الناس الرياضيين قوي تلاقيهم وشهم محمر بعد التدريب، الدم متدفق، فطبعا دي مش هتنفع كل واحد، هينفع الناس الصغيرين، الكبار صعب يعملوا مجهود جامد يوصل الجلوينج يعني. فالرياضة من الحاجات اللي بيعمل جلوينج كويسة. طيب في تاني عندنا الكلينزنج، يعني في مراهم مخصوص بتعمل كلينزنج يعني بتخلي السكين يطلع منه المواد الضارة، الديرت والاويل والبوليوشن والحاجات دي كلها، فبتخلي كلينز يعني تنظف الوجه. يبقى دي منظفات وكريمات لها اسمها موجودة في السوق، اكسفوليت سكين، او ان احنا نتخلص من الطبقه العليا في الجلد بعمليه الاكسفوليشن، ودي طبعا دكتور دكاتره الجلد يدلوك اكتر فيها. في ممكن تعملها فيزيكال زي فيس سكراب اللي هي السكراب ده بيخلي الجلد الرفيع ده يطلع اللي هو الطبقه العليا دي اللي هي الاوتر لاير اللي فيها الخلايا الميته. وفي كيميكال الاكسفوليشن يعني في مراهم معينه او لوشنز معينه بتعمل اكسفوليشن. طبعا ده اللي ادالك احسن دكتور الايه الامراض الجلديه. زين هيدريت برضك، الهيدريت ليها الاوينتمنتس بتاعتها، يعني كل حاجه ليها الايه معروف، ده بتاع الهيدريشن، ده هو بتاع الاكسفوليشن، ده بتاع الكلينزنج. خلاص يعني ممكن حد بتاع خبير التجميل يساعدك برضه، يساعدك برضك. وفي انجريدينتس بتحط برضك على الجلد زي فيها فيتامين سي او بي 3 برضك اهي، ادي ماركات مثلا عالميه اهي، دي بت ايه برضك بتحسن تعمل جلوينج للسكين. انا وجدت زيت الزيتون بيعمل جلوينج احسن كمان زيت جوز الهند، ما تاخد لوشن بتاع جوز الهند تلاقيه وشك بقى جلوينج.
خلاص يبقى في حاجات بتعمل جلوينج للسكين، والفيس ماسك برضك ممكن تعمله، والمساج بتاع الوجه، واللوشن زي ما اتفقنا برضك هتخلي الوجه جلوينج، والانتي اوكسيدنت طبعا الحاجات اللي احنا بناكلها اللي فيها الانتي اوكسيدنت او السوبر فودز، وان الواحد يعمل هيدريشن، هنشرب ميه كافيه بتاع 10 كوبايات في اليوم. وطبعا لو في دكتور ديرماتولوجيست فيري انترستد في الموضوع ده بتاع الفيس هيدلك قوي على النقط دي كلها. بس انت حاول مع دكتور الامراض الباطنه او الغدد الصماء ان انت تتاكد ان مفيش امراض معينه مسببه الرادي فيز، لان انت لو واحده عندها انيميا والهيموجلوبين بتاعها 8 ماشيه بهيموجلوبين 8 عمرها ما هتحسن جلدها الا لما الهيموجلوبين ده يطلع ل 11 12، ومعظمه نقص حديد يعالج يعني. خلاص اوكي، ثانك يو دكتور ماجد.